سير 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 سير. قال لك لا تحكم على الكتاب من غلافه. القاعدة هذه بالمفهوم الفلسفي الشامل ديالك تنطبق على كل شيء، على الافراد وعلى المواقف، ولكن على المنتوج لا كنحكموا عليه من الغلاف ديالو. حيت ما يمكنش نديروا له اومبالاج ولا باكاجين اللي راقي ومخيوم علينا غالي ويكون وسط منه شي حاجه رديئه، كتكون فيه دائما المليح واقل ثمن في المغرب. اذا امسيه ديال لي زونسومبل في مدينه فاس الكاليتي طالعه، ثوب فوطه موتيف مطروز، يعني ما تبقاش تقول لي طبعه واش غطير، ما تبقاش تسول على واش غطير، الفلوس وكيطيروا في هذا الوقت هذا. كنجي لهنا كنلقى الفوطه وبالداخل ديالها لي طاي من السمول حتى للدوبل اكس لارج، ودائما اقل ثمن في المغرب. وعاود ثاني كازابلانكا في الكحل، ماشي كازابلانكا الاخرى، ما تكونوش كتفهموا بحال الجيران ديالنا ديك الدوله اللي قال لك ما بقاوش كيصليو المغرب، كيصليو العصر العشاء نيشا، حيت ما عندهمش معانا. ماشي كازابلانكا، هذه ماركه عالميه. واجي نشوفوا الموضوع ديالنا شنو هو. اقل ثمن في المغرب بالنسبه للتيشيرت الاصلي 100% والكوطو والجديد. ارا نشوفوها هاد التيشيرت الجديد والاصلي في التيشيرت اللي مولفين كياخذوها بواحد الثمن غالي معروفه هادي ما نهضروش عليها بزاف، 49 درهم. يعني هاد التيشيرت هذا فيه حتى لي كونطا ياك اخويا، 49 درهم. اي تيشيرت هزيتي من هنا 49 درهم الاصلي 100%. بلاتي ما نهضروش غير على هادشي. أولا هي الشورت عشاق الشورت ما تحلش غير البيض، الشورت هو الاصلي 100%. اجي قرب من عندي لهنايا، شوف الشورت، شوف الشورت الله يبارك، باقي ناسقا فيه لونتيفول. هذا مسروق من لا نسى كنكذب، فاش من مسروق من اسبانيا ولا باغي تصيفطنا. شوف اصلي 100% هذا الشورت هذا اللي في هذا المكازان هذه كيدير واحد 250 حتى 300 درهم، غايدير 79 درهم. واش قلت لي لا كونتيتي الشورت الاولى اصلي 100%. خرجوا نشوفوا لوكاليزاسيون غنرجعوا نبارطاجيو معاكم هاد لي زونسوم، نبارطاجيو معاكم اونسومبل عاوتاني فيه الاوفر سايز ديال لي شيميس. قول لهم باللي غتلبس لي زارتيكل اصليين 100%، تيشيرت 49 درهم والشورت بحال هذا ب 69 درهم 79 درهم. ارا هي الكريم، شوفوا الكريم، شوفوا شنو غتاخذ، كتاخذ شورت اصلي. شنو هذا خارج له من تما؟ لا غير الخيوط الدراري، ما تمشيوش غير لكم بعيد. الخيوط ديالو ها 79 درهم. خرجوا شوفوا لوكاليزاسيون، جيب لي لا كونتيتي من هادو، كنهضروا على لي زارتيكل اصليين. كل واحد يشوف لاطاي ديالو 100% كوطو. عاد غنجيو باش نشاركوا معاكم لي زونسوم بحال ديال المهدي. عندك شوميز والسوال ديالها ولي زونسوم العالي الجودة. إذا بالنسبة للموقع ديالنا في مدينة فاس كنظن أنه ولا غني عن التعريف، ولكن بالنسبة للناس اللي عاد غيلتحقوا بنا من جديد، حنا كنتواجدوا مقابل حديقة ريكس. هذه هي حديقة ريكس، وهذا هو بيك ستور لبيع الملابس الجاهزة رقم واحد اللي تكسب الأسعار في المغرب. على يدينا لي من كاينة رومبو ديال شارع محمد الخامس من واحد 15 متر كاينة بيك ستور، وهنا على يدينا ليسر كاينة مكتبة المتاجر، كتصنع ثلاثة المتاجر على بيك ستور، هنا فين تصنعوا تخفيضات، وهنا فين غنتهلاو في ناس فاس. إذا التيشيرت الأصلي 49 درهم ولاريفا جديد في لي زونسومبل. أرا نبارطاجيو معاكم لي زونسومبل، وجيبوا لي الصندالة، فين هي الصندالة؟ أرا لي الصندالة العالية الجودة أقل ثمن في المغرب دائما. شو لونسومبل؟ ها لونسومبل اللي التحق بينا في مدينة فاس. شو لونسومبل؟ لونسومبل عالي الجودة. حتى أنتوما اللي كتبغيو لي شورت عاوتاني مونطوني ولا توب فوطة ولا توب دوبل فاس، جبنا لكم لي شورت عالي الجوده باقل ثمن في المغرب. اذا شوف تيشيرت قطن 100% ب 49 درهم، والشورت بحال هذا اصلي 100% ب 79 درهم. ما كاينش هاد لا كولور هذا عشاق البلو مارين عاوتاني. شو الشورت كي داير اصلي 100% ما كاينش تخرشيش، نحيدو حنا نقلبوه ما عندناش المشاكل. شوف هاد الشورت هذا عتقه في هذيك البلاصه في الكرون سيرفاس غيحسبوا لك 400 درهم باش تلبسوا. خوك سعيد شنو قال لك 79 درهم البس الشورت وكون انيق حتى انت اقل ثمن. يعني الا خديتي هذا ومريتيه مع هادي شوف شنو غتلبس بشحال؟ 79 درهم و 49 درهم 130 درهم وانت لابس احسن لبسه في المغرب. تانق ما بين صحابك وعطيني عاوتاني الصنداله العاليه الجوده بحال اللي لابس انا في رجلي. صنداله حاولنا ان نديرو لها واحد الثمن شبه رمزي، حيت هاد الصنداله هادي ديال 250 درهم ماشي الصنداله العاديه.
ها القاع ديالها، ها الاو ديالها، هذه راه خارجه في الاصلي غنديروا لها 99 درهم. شحال 99 درهم؟ بضاعه كتدفق بقوه في مدينه فاس. عطينا اخويا الموديلات ديال هذه اللي لابس نتايا، وعطيني الشورطه اللي جاوا شداده. شو الشورت؟ شو على الشورت جبت ليكم؟ شو على الشورت جبت ليكم مدينه فاس؟ شوف شوف بالنسبه للشورت، شو الشورت؟ جيب شو الشورت؟ شوف الشورت، شوف الشورت، راه شوفوه من لهنا باش ملي تكون لابسو حتى ديك اللي يبغوا يهضروا لك في ظهرك يقولوا يا على شورت لابس ناضي. شنو الشورت من السمور حتى للدوبل اكس لارج. شو شو الخويطات ديالو؟ جي نشوفوا الخويطات ديالو. بلاتي احنا معاك، نشوفوا بعدا لي كولور ديالو. شوف الله يبارك، هذا الاحمر البلوماني لا كتعرف شنو شنو من الكولور هذا؟ هذا البلوغوا. الله يبارك، شوف انا نشوفوه من الداخل كي داير. توب دياغونال فوطه ثلاثه الخيوطه كيجي لهنا كنلقاه بيان ستيلي. راه ليا شي لوين واحد اخر ولا شي موديل واحد اخر، يعني هذا العشاق الفاشن لبسه به كتجي انيقه جدا وخفيف. انا نشوفو عاوتاني، عطيني هذا الناس اللي كتبغي العودان سحبت بوريضه. ها العود، ها مول العود، هاو جيبوا لي مول العود. ها هو جبناه، الخيط ديالو كيجي ديغرادي بحالو بحال الكولور ديال الموتيف ديالو من الداخل. ها هو توب دياغونال، يعني صبن وعاود، يعني احسن كاليتي ديال الشوب في كيفاس. هاكا والله البيض، راه البيض هذا راه ديال لونسومبل هذا. الله يبارك، هذه راه مطروزه. ها انا مرحبا، هادو شورطات، هادو غير الشورطات، شورطات. زيدني زيدني الشورت عاوتاني، خلينا نبارطاجيو مع الناس عبر الصفحه اللي كيشاهدونا عبر الصفحه. اجود انواع شورطات اقل ثمن في المغرب، ومشيو لي زونسون سروال كارغو توندونس مجموع من التحت والشوميز ديالو واحد جوج ثلاثة شوميز والسروال ديالو ديروا له ثمن اقل ثمن في المغرب. ها الرابعة هو بلاتي بلاتي باقي ما سالينا. زيدني اخويا عشاق عاوتاني السبور والتيك هاك التيك. ها واحد جوج سيو الكتريك، ثلاثة ربعة خمسة خمسة بعيني الحسة دخال شنو زيد الكوبايات شاي. مرحبا. اذا بالنسبه عاوتاني الشورت كارغو خيبات موجوده، قلنا لكم بلي البضاعه تدفق بقوه. كنا الشورت ديال البحر، حتى واحد ما بغا يمشي لابيسين. شوف واش بداو الناس كيعوموا دابا. غدا ان شاء الله نمشي، غدا تمشي 49 درهم 1000 ريال سيرتيهم، اقل من الثمن ديال الدخله. شحال كيتسكروا غير ب 20 درهم؟ 49 درهم 49 درهم، خيرات موجودة. بغيت نقول لكم باللي التيشيرت ديال 49 درهم في الأصلي راه هي هادي، راه كاين كونتيتي كبيرة غطينا عليها بالبضاعة. وعندكم واحد الشاريو هنايا هذا كامل اللي هنا 49 درهم. البضاعة اللي جات البارح وخا دارت واحد الضجة كبيرة 49 هنا. أي تيشيرت هزيتي من هنا ب 49 أنت 49 درهم، ومازال البضاعة في طريقها إلى مدينة فاس. وكنقول لكم هنيئا لكم بهذا البرومو الخيالي. ناس فاس مازال جديد، تسناونا إن شاء الله تصيف غادي يكون حافل بالبرومو بالمفاجآت. وها هو يغادر في حفظ الله ورعايته بالليل.